الله عين عين. أنا تحت أمرك يا ست شهور. ده أنا هفعصه، هعجنه بإيديا دول وارمي لكلاب السكك. طب بالراحة وطي صوتك، بس أنت هتفضحنا بصوتك العالي ده. خميس وسخ معايا يا رمانة، وسخ معايا على الآخر. فضل يدحلب للباشا ويتمسع في رجليه زي كلاب السكك لغاية ما نوله غرضه. يعني خميس كده خلاص حط إيده في إيد الباشا؟ حط إيده بس، ده ركب ودلد الرجلية يا ماما، ده بقى زي ظله معاه في كل حتة. ودي آخرتها، عايزين يطردونا من بيتنا. سلامات يا باشا وحياة أمه اللي يجي عليه الدور هو كمان. طب اهدى يا أخويا واقعد، لا يطقلك عرق، مش هنعرف نفكر بالعصبية دي. هي ما فيهاش تفكير، هي خلصت خلاص. بص يا بنت الناس، أنا بيني وبينك اتفاق وده وقته، وهتنفذي اللي هقولهولك بالحرف الواحد يا رمانة. أنفذ إيه بس؟ مش لما أعرف الأول؟ هتعرفي كل حاجة. بكرة هعدي عليك الظهر، هرسيك على الحوار كله. استبينا يا بنت الناس؟ استبينا. وحياتك اللي عامل لك في الحتة دي حتة صومعة، تبقى يعني استبني لقط النوم، عشان يعني لو جينا في يوم من الأيام وزهقنا منها، ولو إننا عمرنا ما هنزهق منها حتى لو الركنة طولت فيها. قبل بقى كل ده مش تقوليلي عملت إيه؟ السؤال ده على فكرة فيه إهانة جامد ليا. يعني حصل؟ حصل وحصل وحصل، وكلها يومين ثلاثة وسرها هيبقى في عيب، وساعتها تمد إيدك بقى وتغرب زي ما أنت عايز. يعني مالي عيدك يا شوق؟ طب مد إيدك كده وحطها على قلبي واسمع مزيكة حسب الله اللي شغالة جوه، بتقولك لو طلبت نور عيني مش هعزه عنك. ثابت ثابت، إيه دي لسه على المحارة ولسه بدري قوي على الروماتيزم ولا ايه؟ ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. يا معلم انا عملت لك الشوربه والفرخه بايدي. يو راح فين؟ يا معلم يا سيد الناس يا دي النيله. طب والاكل اللي انا عاملاه ده هيروح فين؟ يا معلم في ايه يا سوري؟ يا اختي المعلم مش لاقياه، عملت له الشوربه والفرخه وما لقيتوش. يعني هو اول ما يشد حيله يشدها بره؟ هيكون راح فين يعني؟ تلاقيه هنا ولا هنا ولا عنده مشوار. مشوار؟ في ايه يا موزه؟ في واحده عايزاك يا ست مطره. واحده مين دي؟ بتقول اسمها حنتومه. حنتومه؟ يا راجل حد يسيب عروسته يوم الصباحيه؟ انت باين عليك شطابت يا معلم. عيب يا باشا، نوديني في العتائي. أنا بس عدم مؤاخذة جاي المعاريك عشان أفهم معنى الكلام اللي معاريك قلته. كلام إيه؟ أنا بقول لك كلام كتير يا معلم. كلام اللي عن البيت. مظبوط يا باشا. شوف يا معلم، أنا بديك فرصة كبيرة أوي إنك ترجع السوق وتصلح اللي ابنك عمله. وإيه دخل ابني بموضوع البيت؟ ما هو مش معقول واحدة زي سوريا تعيش في البيت ده وبنت أنا تعيش في بيت في حارة. عدم مؤاخذة يا باشا، أنا مش فاهم، وإيه دخل الحلم الصغيرة؟ ما أنا بنتي هتتجوز خميس، والبيت ده هيبقى هدية فرحهم منك. يا باشا أنا شوف يا معلم، أنا بعمل معاك واجب كبير أوي، هرجعك السوق وهرجعك بقوة، والبيت ده عربون الوفاء والطاعة، ولا أنت ليك رأي تاني يا معلم؟ لا يا اخويا، تجيب لي الطلبات اللي طلبتها وخلاص. سلام عليكم. ايوه يا اختي، وقالت لك ايه كمان؟ زي ما سمعتي يا ست نطره، اول ما شميت ريحه خيانه قلت ابدا لازم اجي اقول لك. حكيم انت خشيتي في قلبي وعششتي فيه من اول ما شفتك. والست دي تبقى ايه؟ مرات خميسة فندينا؟ لا دي مرات خاله. لا يا شيخة. أيوة وعينها لايدة عليه،
وبتجري وراه بالحنجل والمنجل عشان تجيب داغه وتوقعه في عتبيه. امال ايه يا ست ناطره اللي بيجيبها عندي؟ وقالت لك ان خميسه فندينا عايز مصلحه وعايزاكي تبيعيني ليها. اول ما اديتني ظهرها شدت العبايه وجيت للجري. حكيم حنتومه سقسقه تحب الخير وملهاش في الشر ابدا. تشكري يا اختي وتسلمي. كلك ذوق يا حبيبتي، بتشكريني على ايه؟ انا طبعي كده، اعمل الخير وما استناش منه غير عرقي. دي حتى عرضت عليا 4 أضعاف اللي بتدهولي في الحجاب قصاد الخدمة دي، وانا قلت ابدا ما اقدرش ابيع الست نطرة ولو ب10 أضعاف اللي هي بتدهولي. ده انت ام الكرم يا اختي. وال10 أضعاف ده يطلع قد ايه؟ كلك نظر يا ام المصريين. عناية يا حنتومة. شاطرة يا حنتومة، لو عرفتي لي بقى افندينا كان عاوزها ليه تبقى خدمتني صح. انا خدمت القرش يا بيه، وماليش سكك تانية، لا غيني تلاقيني، وطول ما بك عمران في صدري انا تحت امر الحكومة والبلد كلها. يا وليه ما قلنا لك هنديك اللي انت عايزاه، ركزي مع الباشا شوف هيقول لك ايه. امرك يا باشا. تجمعيهم عندك في البيت وتعرفي هما بيقولوا ايه، وشوق عاوزة ايه من المطرة، واول ما تعرفي تكلميني وانا هعرف اجيبك زي ما بجيبك كل مرة. تمام يا باشا، انا هروح بقى اشوف اكل عيشي. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. تحب اشوف لك الطالع؟ يلا يا ولية، يلا هتلاقي اللي يطلعوكي بره. يلا. حاضر يا باشا. حي. طب تيجي اسمها ايه يا علي؟ حنتومة. تومة. يا كده الدنيا قربت قوي يا علي. بس سعادتك ليه كشفت شو عند مطرة؟ لما تخبط الاثنين في بعض تطلع بمعلومة من الاثنين. انت قصدك تضرب العيلتين بحجر واحد؟ فاضل واحدة، لو بقت معانا تبقى كملت الدايرة. مين دي؟ الحمد لله على السلامة يا معلم. مفيش فايدة، كل ما لمها تفرط من ايدي. اخويا لم انت بس الدور الاول قبل ما صبري انا اللي يفرط مني. بت دلوقتي الكلام ده انا فيا اللي مكفيني. يا اخويا لما انت فيك حيل تخرج مش تاخد بالك من مراتك حبيبتك اللي لسه عروسه، ولا هي يعني الكحكه في ايد اليتيم عجب؟ ما تفوريش دمي يا بت، ما تفوريش دمي، انا على الاخر. خلاص يا معلم حقك عليا، الدكتور قال الحمقه مش حلوه علشانك صحتك. سلام انكم نسوان، اتلم في ليلتك السودا اللي احسن لك. حقك عليا يا معلم، ما انا بحبك وبتدلع عليك. الله. ايه ده؟ اتجننت يا بنت؟ ايه ده؟ يا بنت؟ بنت بقول لك انا فيا اللي مكفيني، ايه بتعمل؟ لا ما تعمليش كده.